مازن ابن غضوبة هو يرجع إلى الطائي النبهاني من عمان، ذكره ابن حبان وقال له صحبة، وذكره ابن حجر في الإصابة، وابن كثير في البداية ذكر قصة إسلامه وكيف أتاه الجني يخبره بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سادنا أي حارسا لصنم فأسلم، وكان شاعرا، وكان يحب الجواري، فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له أن يطهر قلبه، فحفظ كثيرا من القرآن، فرضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.